اقولك ام حسين، شو اخبارهم الباذنجانات؟ باذنجانات صار مرق عليهم قد ايه؟ اقولك هلا عايشين حياتي شي 3 ساعات. 3 ساعات يعني بدهم شي ساعة لسه. بس شوفوا اسم الله كل حبة واختها. شوفوا اسم الله بدنا شوي ليعودوا اللون الذهبي. تفرجيكم هنيك البطاطا يعني والعرانيس صاروا على الجمرات والمربى فينا نقول شو استوى. هلا دوقي لنا اياه واعطينا رايك. اي والله كنت عم تتمقلس عم بتقول امتى مربى الفجل. شفت انه طيب هات عنك. ايوه برافو. مرحبا فيكم احبائي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا كلكم بالف خير. انتم عم بتشوفوا فيديو اليوم. بفيديو اليوم رح نعمل اخر نوع من انواع المونه. كل عام وانتم بخير. رح نعمل مربى الباذنجان. هلا ممكن ناس تكتب لي يا ليلى حتى الباذنجان رح تعملوه مربى؟ يا جماعه مربى الباذنجان من اطيب انواع المربيات. طبعا رح احط لكم بعد شوي مقطع نحن كيف نقعناه امبارحه ورح تشوفوا طريقته شو سهله والنتيجه غير شكل. انه شوفوا لي على هالقعده الحلوه ما احلاها. ام حسين عم تشوي عرانيس ومودي يقبر قلبي عم ياكل. ريتو الف عافيه حبيبي. يا الف عافيه يا ام حسين. يا هلا فيكي. الله يعافيك ويعطيكي انت العافيه. يسعد لي كل اوقاتك. يسعد اوقاتك. كيفك اليوم؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كل ساعه العرانيس استووا ولازم نشيلهم اول شيء وبعدين بنلتفت لمربى الباذنجان. شو هيدا يا جماعه؟ شيء اكثر من رائع. وعم تعمل هنيك كمان قريش. بسم الله وما شاء الله. ام حسين بدي اسالك اول شيء كيف بدنا نبلش بمربى الباذنجان؟ اول شيء بدنا نقشره. بدنا نقشره بعد ما بنقشره بننقعه بالكلس. بدنا ننقعه بالكلس عشي لبكير لبكره لكانه ان شاء الله. لكانه اليوم بس رح نقعد نقشرهم وننقعهم بالكلس بهذا السطل. هلا ام حسين بدنا ناكل عرانيس ولا بدنا نقعد اول شيء نقشر؟ هلا بناكل عرنوس وبعدين بنكمل شغلنا. بناكل الشغل ما بيخلص. تمام الشغل ما بيخلص فرح ناكل عرنوس نخلص ونلتفت للشغل. صحيح. بعد ما اكلنا العرانيس وكانوا طيبين كثير بلشنا بتقشير الباذنجان. قشرنا اقل من نص تقريبا. ام حسين شو قالت؟ بدنا نعمل رائق الكلس قبل نروق الكلسات. بدنا نعمل رائق الكلس بالمي بس بدون الكلسات. هذا الكلس منين بيجيبوه ام حسين؟ بيجيبوه من حي الله محل ببيع ادوات للبناء يمكن. صحيح في ناس بتسميه الجير. هلا هول كميتهم تقريبا قدر كوب كوب اللي بيشربوا فيه عصير. هلا بدنا نحركهم. بنحركهم لبين ما كانوا دابوا الكلسات منيح. بنخليهم يرقدوا بالاسفل وبناخذ منهم الميات بس. بنخليهم يرقدوا بكعب الجوط بدون تقريبا نص ساعة. بهذا الوقت بنكون احنا كملنا تقشير الباذنجان. هلا بنتركهم خلص حركتهم منيح ام حسين رح نبلش بنكمل بتقشير الباذنجانات. بسم الله. نحيك. يا الله ام حسين شو مرتبة مع انه قاعدين بالطبيعة ما بتقبل تزت القشر وين ما كان. كله بتجيب له اكياس وبتزت الزباله وبعدين بناخذهم معنا وبنكبهم بالزباله. عن النظافه من الايمان. الواحد اذا ما نظف ايده بقعد عن مش احنا كان. اكيد. هلا بالنسبه لتقشير الباذنجان بس بنشيل الراس بهالطريقه وبنقشره وبنرجع بنفختها فخت هام بالراس مشان القطر والمي وال اها الله يعلمية منيحه. بفوت ودوا لي كبوله. بنخلص تقشيره وبنحطه بهذا السطل بنخلص كل الكميه. عمل له فخت هام بسيط ما كثير فخته صغير. ايه شرخت معه هذا الماء بخليه يساعد يفوت المي لجوا قلب مشان يفوت الكلس والقطر كمان بعدين لقلبه لجوا. عن جد ما شاء الله تبارك الله الباذنجان غير شكل كل حبي واختها. صحيح ده حبي ما شاء الله. بسم الله شايفين حبيتها صغيره غير شكل كلنا عفرت حبي عفرت. لا بدنا نصفي هاي رقدوا. انا شايفتهم والله رقدوا منيح يا ام حسين. صار فينا نسكبهم فوق الباذنجانات. بسم الله بمسك لك السطل مشان بسم الله. يا سلام يا سلام يا سلام. هلا هذا الابيض ما بننزله ما
قدر الامكان مرنا. كل شيء مرقد بكعب الجوط بضل بكعب الجوط. وهالي بدنا نسخن، هولي بدنا ننتقلهم بشي كرمال تكون. ايوه وشوفوا الطقس كيف غيمت. على فكره قبل شوي كانت عم بتشتي. نستودعكم الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لك دخيل رب ام حسين، هي وكلامها الروحاني عن جد. هلا ام حسين بدها تقلهم بهول الصحون. هلا انتم اذا عندكم صحن كبير حطوا صحن، بس حتى الصحون الصغار يعني ماشي حالها. غرقتهم والله. تمام. ام الاختراع. اي والله الحاجه ام الاختراع. هلا بنتركهم هيك لبكره. بدنا نترك اللي على بكره ان شاء الله. ليكو ام حسين تقلتهم بسطل الملح، فبكره اذا الله راد بكره من بكير بنبلش فيهم وبنعمل مربى، بس اكيد بدنا نغسلهم وبدنا حتشوفوا الخطوات. اصبحنا واصبح الملك لله. صباح الخير ام حسين. يا هلا صباح النور حبيبتي. شو بلشت تشعل النار؟ بلشت تشعل الحطب؟ بلشت اشعل ان شاء الله. بدا صباح. وهول الباذنجانات اللي لهم من امبارح منقوعين بالكلس. نغسلهم. بدنا نغسلهم اول شيء. شايفين لون المي كيف صار؟ صار لونه اصفر غامق. هونيك ام حسين حاطه على الحطب طنجره فيها مي. هذا بس مي ام حسين ما هيك؟ صفي الميات منه. هذا شو اسيانين ما شاء الله. اسيانين ما هيك؟ زعفران. صحيح عن جد لونه صاير. صحيح. يا الله عن جد صايرين كانهم شيء كثير قاسي، ما عاد مثل بالفريزر مجلدين، كانهم مجمدين. سبحان الله. الكلس هيك بيعمل؟ هيك بيعمل. هلا بيعطيني هاي قرشة هيدي الأسئلة. شوفوا 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 كانكم زتيتوا حجرة فعلا. حناخذهم نغسلهم. بلشنا نغسلهم. يا الله على شمسة الصبح. شمس الصباح انا ما بعرف تعطيني طاقة غير شكل. سبحان الله. هلا هولي بس منغسلهم مرة واحدة ومنكب الميات وبس. ما شاء الله فرصتهم عن بعض. كيف واحد محطوط بالثلاجة كمشين ببعض عن جد كأنهم بالفريزر. مين عم بمزح؟ مجمدين يعني. الحكي بيني وبينك مثل الحكي بيني وبينك. الجمهور ابدا ما عم يسمع. كأنه حطيتها بالفريزر. دخيل قلبك يا ام حسين. ما شاء الله. السيانين على الكلس يا جماعة. هلا حنكب هول الميات ونروح نحطهم بالطنجرة يلي عم تغلي على الحطب. ام حسين الله يجزيها الخير بتقول انا عم غسل وغسل، فما بكب المي وين ما كان، بسقي فيهم الزرع. عم تسقي العرانيس الدرع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بلشت المي عم بتبلش تغلي. ام حسين اذا بندلقهم بالسطل منه اريح؟ هو اريح، بس انا من شان بركي في شيء مترسب بالقصه خليه بقلب السطل. اها الله يقويكي. بدهم يطلعوا مربيات غير شكل، لانه عن جد مربيين على اصول. لانه عن جد لما دست الباذنجانه كانت قاسيه يا جماعه، قاسيه قاسيه بشكل. فهيدي القساوه الناس اللي بتحب المربى يكون. اها السبب ما بدي كبهم. شفتها؟ اها السبب انه بيكون في شيء بقعر السطل. فكنت عم اقول الناس اللي بتحب المربى بيقرش من برا وطري من جوا، عليكم بالكلس يا جماعة، بيعطيكم النتيجة اللي بترضيكم. هلا رح نرجع ننطر عليهم المي تتغلي. أول ما تبلش المي تقلب فيهم منعير الساعة 5 دقايق ومنرفعهم ومنصفيهم. أم حسين قالت ناطرين وناطرين ليغلوا، ليش لحتى نوقف على الفاضي؟ الله يجزيها الخير. شوفوا شو عم تعمل، عم بتنظف الأرض من الحشيش. مشان تزرعي محلهم شو أم حسين؟ هندبي. الله يقويكي. ما شاء الله. هلا هدول شو بتعملي فيهم ام حسين؟ العروق نظيفه بتعمليها للبقره والوحشه. اها هول بيروحوا للبقرات. ما عندنا شيء بيروح بيقف. ما في شيء بيروح ديعون، كله بينعوز. شفتي البصل رجع طول عن بعد هيدا. وين هي؟ بذر البصل شفتي؟ بسم الله هيدي البصل الاخضر. طلع رجع ثاني مره من سنه لسنه. هلا بنستعملها للتبوله. صحيح. هلأ
ام حسين بدها تطلعني على السطح، عم بتقلي تعال نطلع على السطح بدي فرجيكي انا شو عامله فوق. صراحه انا صرت كثير متحمسه اطلع وشوف شو فيه، اكيد رح طلعكم معي نشوف ام حسين شو عامله على السطح شو بدها تفرجينا. طلعنا على سطح بيتها لام حسين تطلع على السماقات، ما شاء الله عم بتيب السماق اسم الله، وعم بينشفوا الحطب هون الله يبارك تنشوف السماقات. ام حسين هلا هذا الاحمر هو السماق ما هيك؟ هذا هو السماق ما شاء الله، هذا اذا بتذوقوا منه حبه صغيره ما بتتخيلوا قد ايه حامض، هيدي بس ما بتتخيلوا قد ايه حامضه والله عبالي ذوقها. مش معقول كانكم حطيتوا ملح ليمون بتمكن. ام حسين هلا اذا هذا سماق هذا الابيض شو؟ هذا بزر بصل. هذا بزر بصل. بنرميه بالبصل بنخليه ليعمل بزر ويستوفى عمه على الاخر. سبحان الخلاق العظيم. لا انا عند ام حسين عم شوف اشياء واشياء. نعمله ازحه حلو. هذا بنزرعه بالاراضي بس يعمل هيك ازحه صغيره بنشيله بنرجع ثاني سنه بنزرعه. ام حسين هلا هذا انا بعرفه بينقطف من الشجره. صحيح. بس هذا كيف بتقطفوه؟ البصله بتعمل كرنيب وراس الكرنيب بنقطف راسه. يعني البصله هيدي الخضار اللي بيطلع منها على راسها من فوق. الزهره تبع البصله. سبحان الله. الزهره بتتركها لنستوفى لتستوفى على الاخر لحتى تعمل بزر. والله اول مره بحياتي بشوف بزر البصل. سبحانك يا رب. والعيش كثير بتشوف كثير. عن جد عيش كثير بتشوف كثير. الله يبارك. احلى شيء هالحطبات ام حسين بتركب بالشتويه صوبية حطب، ما بتتخيلوا القعده حد صوبية الحطب وبتزتوا الكستنه بقلبه او البطاطا الحلوه شيء رائع. شو قولك ام حسين؟ ما شاء الله تبارك الله. شايفي هلا الازرق هنا اذا في مروره بالباذنجان اذا في بيروح كله سوا. هذا اللون الاخضر عم بتقول ام حسين اذا كان في مروره بالباذنجان فكله بيكون راح. حنرفعهم خلص. صار مارق عليهم 5 دقايق بعد الغليان. ودغري لوين؟ على المي البارد. على المي الباردة جدا جدا. اسم الله هون المي كلها من الينابيع. بتجي المي عن جد ما بتتخيلوا السطل بيعرق. هلا هي غلوة بسيطة وهلا رح نعمل القطر ونبلش بالمربى. بنفس الطنجرة. بنفس الطنجرة. كزبزو لكن قد ما هيدي المي بدنا نكبها ما بقت لي زبط المي رح نكبها لهيدي المي رجعنا نغسل الطنجرة. خلصنا من المي ما نرد على الحطب شوي. ام حسين غسلت الطنجره الله يقويها. هلا شو حتحطي؟ حط السكر. السكر بسم الله على بركه الله ما شاء الله. هلا اليوم نحن عندنا 4 كيلو باذنجان مقشر كانوا 6 طول و 4 ايه نحن من بعد التقشير وكل شيء زناهم طلعوا 4 كيلو. لل 4 كيلو باذنجان قد ايه بدنا نحط سكر ام حسين؟ 4 كيلو سكر. 4 كيلو سكر بسم الله على بركه الله. هذا أول كيلو رح نحط 3 كيلو كمان، تاني الثالث والكيس الرابع. هلا محسن قد ايه حنحط مي؟ هلا رح نحط مي نزيد النتفة صغيرة مشان يعني تقريبا كل كيلو باذنجان بده كيلو سكر بده لترين مي. لترين مي ليش؟ لأنه شغلنا على الحطب، بس إذا شغلكم على الغاز حطوا لتر مي. صح. بسم الله وعلى بركة الله. بسم الله. هلا بدنا ننطرهم ليغلوا. يغلوا القطر والباذنجانات هون. عم يبردوا مظبوط، بردوا أصلا على المي كتر منا باردة بردوا. بيغلي القطر وبننزل الباذنجان بالقطر. بدي اقول لكم يا جماعة أم حسين عندها فن اسم اللي عليها بتشعيل الحطب. لك يسلم دياتك يا أم حسين. يا هلا يا هلا يا ميت أهلين وسهلين. أهلا فيكي. وأنا بشوف يا أم حسين إنه غلط جدا إنه إنه يمرق الفيديو بدون ما شو؟ نشوي عرانيس. نشوي عرانيس. حقول الذرة حدنا يا جماعة، شوفوا الطنجرة وين وحقل الذرة وين، فلازم الطريق بس الطريق، فلازم نجيب كم عرنوس ونزتهم.
ام حسين عم تقول وهذا ما سيحدث. مباشرة حتقطف. بسم الله هاتي لأحمل أنا عنك ام حسين. بسم الله بسم الله. لك اسم الله اسم الله يعيشوا هديات. يا هلا يا هلا يا هلا. وهو الكمان لازم وقت نامي مر بلاتين كمان وكمان ما مرق بلاتين الحمد لله مش بس بلعرانيس وبلاتين. شوفوا اسم الله شوفوا الله يبارك الله يبارك. مع انه صار اواخر مع انه صار باواخر التين صح بدي اقول لك انا اتنين شوفوا 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 قلبه من جوا ما شاء الله. يغلي هو يغلي من 5 دقايق بلش القطر يغلي شوف فيه له تقريبا 5 دقايق عم يغلي اسم الله. ونصفينا صفي الباذنجان ونحطهم هلا بدنا نصفي الباذنجانات ونحطهم بالقطر. شوفوا كمان رجع المي نزل اخضر بسم الله. هلا فينا نلاقي اندلق بدون ما حدا يقل مشي. صحيح ليكون لون المي نلاقيها على بركة الله. بسم الله وما شاء الله قطروت عالي تمام. شايفين نسبة كمية المي أو كمية القطر بالنسبة للباذنجان يعني نظريا ان شاء الله يكون كل شيء واضح عليكم. مثل ما اتفقنا كل كيلو باذنجان كيلو سكر لترين مي. في حال على الحطب في حال على الغاز كيلو باذنجان كيلو سكر لتر واحد مي. صح انه الغاز ما بيشرب مي كثير النوراوي ما شاء الله تبارك الله بتشرب 3 ارباع. صح اجمالا على الحطب بتحسوا المي دغري بتتبخر وما فيكم تسيطروا بتضل اسم الله النار قويه. الله الذي لا تضيع ودائعه. ما احلاها ام حسين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هلا ام حسين احنا قد ايه حنتركهم على النار؟ هلا بدنا 4 أو 5 ساعات. والله 4 5 ساعات وقت لتاخذ نار او تاخذ وقت على النار. لكن نحن حنطلع عليهم كل شوي ومنكبسهم كل شوي ومنكبسهم كل شوي. كبسهم ام حسين كل شوي بتروحوا بتيجوا بتكبسهم. هلا شغلت نسورت على النار يعني خلص هلا تركناهم على النار بقى لما غلوا نحن بنكون حضرنا التبولي والبطاطا المقليه. اي أيوة والله اليوم جاي على بالنا تبولي وبطاطا مقليه يا جماعه. فهيك هيك نحن بالارض رح نروح نقطف البقدونس والخيار والبندوره ومثل ما شفتوا هنيك البصل الاخضر كان هنيك والنعنع ونعمل اطيب جد تبولي وبدنا نقلي بطاطا ان شاء الله عشو على الحطب. رحنا انا وام حسين على الارض محل ما انا زارعه الخيار والبندوره والبقدونس والنعنع فقطفنا كميه محرزه خرز جاد طبولي غير شكل وهلا عم نطلع على الباذنجانات. اسم الله ما شاء الله يا جماعه يلي ما مجرب مربى الباذنجان نصيحه مني جربوه غير شكل وطبقوه بنفس الملاحظات يلي ذكرناها بكل الفيديو. تفرجيكم الصوره عن قريب. هلا هن تقريبا صار قاطع عليهم تقريبا فينا نقول نص ساعة أو أكثر بشوي وحنطلع عليهم كل شوي ونكبسهم. لك اسم الله اسم الله كل شيء. الله يبارك الله يعطيك ألف عافية. شوفوا هالجبت. إيه والله بدنا نشوف. هذا النعناع وهذا الكوسة وهذا الجاز يخزل عين هذا البندورة على أشكالي. لك الله يبارك. وهذا البقدونس كمان. اسم الله اسم الله. لك أحلى جد تبولة رح ناكله اليوم إن شاء الله. بتنزلي على السورة تجيبي بندورة بتنجبري بنوع واحد وبموديل واحد. صحيح. بس لما تنزلي على الأرض بنجيب أشكال ألوان أشكال وألوان الكبير والصغير وكف الجمل. لك اسم الله اسم الله. أو لك المربيات شو وضعهم أم حسين هون كمان؟ نشوف وضعها كيف هو. اشتقت لهم أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. لا شكل. أم حسين كل ما عم تطلع رغوي عم بتشيله. أم حسين عم بتقلي ضايقة شيء التين مع الجوز هيك بدون ما يكون مربى. صراحة حمستني اني ذوق هيك هيك الجوزات كانوا موجودين وشجرة التين حدنا فبسم الله. وجوز اخضر كمان حيالنا كتير طيب. انا ضيقته بالمربى بس اول مرة بدوق التين ني والجوز ني. عن جد طيب يا ام حسين. صحة وهنا يا رب. عقلبك يا رب. بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. عم نغسلهم. بارك في الله، اللهم بارك لنا فيه. ملح، حطيت الملح وهلا سكر. أم حسين دائما بتنقع الخضره بالملح. اذا في اي شيء عالق على الورق عملنا شيء فينون. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وهول البطاطات اسم الله خرطناهم قطعناهم وهلا ام حسين عم تملح. هلا على القلي. وهلا على القلي. هلا على القلي لنشوف اسم الله حاطين زيت. السمح ادعمنا شوي. انتوا شوفوا نحن على شو عم نقلي. نزلنا هيدي الصوبية وعم نعمل الغدا عليها. هلا بدنا نعمل عليها كفتة بالخبز. وكمان بدنا نعمل كفتة بالخبز. والباذنجانات هون عايشين حياتهم ما شاء الله. الله يبارك كل حبي واختها. بسم الله الله يبارك. بتحركهم ام حسين بحبة البطاطا. هو نحن جايبين الملقعة اللي بتحرك البطاطا. اقول لك ام حسين شو اخبارهم الباذنجانات؟ باذنجانات صار مرق عليهم قد ايه؟ اقول لك هلا عايشين حياتهم شي 3 ساعات. 3 ساعات يعني بدهم شي ساعة لسه. بس شوفوا اسم الله كل حبة واختها. شوفوا اسم الله لسه بدنا شوي ليعودوا اللون الذهبي. تفرجيكم هنيك البطاطا يعني شو بحكي انا؟ عيشي حياتها على الاخر. بطاطا على الحطب غير شكل. على فكره هي الصوبيه بيستعملوها بايالك وايدي من شو هلا اللي بيقعد بالطبيعه بيصير في كل شيء. المهم هيدي الصوبيه بيستعملوها بايام الشتويه بيحطوها جوات البيت وبيتدفوا عليها، هناك بيكون في قسطر. ام حسين اسم اللي عليها سكرتها بالغطا يلي بتنحط اساسا على هيدي الفتحه يلي حاطين المقليه عليها كرمال ما تطلع الدخنه قويه. يا سلام على الروايح الطيبه. الطقس اليوم بجنن يا جماعه، مغيمه وفي هواء لطيف والمربيات غير شكل والبطاطا استوى. رح روح اجيب صحن وشيلهم واحط الوجبه الثانيه. عندي صحن هالبطاطا والتبوله وحد ريحه الحطب بيسوى خروف محشي. الكفته بالخبز اسم الله اسم الله اسم الله. ام حسين حاطه الكفته بقلبها. الله يبارك ما شاء الله. شفتي ريحتها غير شكل. شوفوا ام حسين كيف عم تعمل لنا الكفته على الصوبيه، حاشيه بقلب رغيف الخبز الكفته وعم بتحمصها هيك على جنب الصوبيه. الله يبارك. الكفتة هي عبارة عن لحمة وبقدونس وشو يا أم حسين؟ بصل وبابريكا وبهار سبع بهارات. بس شو بحكي لكم ريحتها خرافية. نقطة زيت زيتون مشان تعطيني نكهة. جوزي حابب يشيك على المربقيات. شو قولك؟ غير شكل ما هيك؟ ما شاء الله تبارك الله شو هيك؟ ما شاء الله. هلا باقي لهم يمكن 10 دقايق وبيصيروا جاهزين. يا اسم الله مثل الحجارة أبدا. كيمشين كمش صحيح متماسكين كل حبة واختها مثل ما بيقولوا. شوفوا كل حبة والتانية. الله يبارك. دايما ام حسين بتقول هيدي الفورة اللي بفورة هي الفورة الاخيرة. ما هيك ام حسين؟ صحيح ام حسين. الله يجزيها الخير عم تقوي النار تحتهم ان شاء الله. ملتهية هنيك بشو ام حسين؟ بطاطا. بالبطاطا.
كل بطاطا وعيش ببساطة. العشر دقايق وبنرفعهم عن الحطب. لسه في وجبة بطاطا واحدة وكمان بصير كل شيء جاهز. والعرانيش صاروا على الجمرات والمربى فينا نقول شو؟ استوى. هلا دوقي لنا اياه واعطينا رايك. ايه والله ناطرته انا ليبرد. هاد لدوسه نار. هاد لنشوف برده. ايه والله برده. بدنا ندوق بسم الله. والله يا ام حسين غير الشكل. ما شاء الله وكان. عن جد ما شاء الله وكان. رح ننطرهم ليبردوا اكيد حننزلهم عن المواقد. بننطرهم ليبردوا وبنعبيهم بالمرطبين. ان شاء الله. وهون حبايب قلبي بينتهي الفيديو تبعنا لليوم. بتمنى من كل قلبي يكون عجبكم هالفيديو. والناس اللي اول مره بتسمع بشيء اسمه مربى الباذنجان جربوه بنفس الطريقه. ومثل ما قلت لكم اذا كان شغلكم على الغاز خففوا كميه المي من اللترين لللتر تاخذوا مربى غير الشكل. اخر شيء بقول لكم يا اني بحبكم كثير وبنلتقي بفيديو جاي باذن الله. باي. شلت حبي عم بردها بدي ادوقها لزوجي. دوقة وعطينا رأيك. شو رأيك؟ شو رأيك؟ هلا البندورة ما بتعمل مربى كمان؟ كيف بتنعمل؟ ما في شيء ما بنعمل مربى. البندورة؟ ايه طيب والفجل ما بنعمل مربى كمان؟ ولا جوزي مستغرب. مربى فجل. جوزي في شيء عملته مربى؟ جوزي مستغرب كيف الباذنجان بينعمل مربى؟ شو رأيك؟ ماذا؟ غير الشكل. أنا أول مرة والله باكل مربى بالطبع. عن جد؟ لا أنا أكلته كثير قبل، كثير طيب. بيقرش قرش. كنت عم تتمقلس عم بتقول إمتى مربى الفجل؟ شفت إنه طيب؟ هات عنك، أيوة برافو. بعد ما بردوا تماماً أم حسين عم تعبيهم بالمرطبين. الله يبارك. شي بشهي يا جماعة. شكلهم رائع. شكله وطعمته أكتر من رائع. حطينا له جوز لأنه الجوز كتير بيلبق له. فيكن أنتم ما تحطوا الجوز إذا ما بدكن، بس كتير بيعطيه طعمة طيبة.